السلام عليكم، يعطيكم العافية. الحين بحط لكم فيديو زين، جواب حق السؤال اللي مو راضين توقفون عنه. يعني أنا حطيت عنه أكثر من فيديو، بس هالمرة حطيت لكم بشرح مفصل عشان تعرفون شنو الجواب زين، اللي هو شنو أحسن شركة عندي بالبيت. هالمرة عادي بتكم 3 شركات زين، وثلاث أجهزة وغسل سرعة بالسطح نظام زين. فابيكم تشوفون احنا شلون نسوي وش اللي قاعد يصير بالضبط. ابيكم تسوون نفس الشيء، متى قادرين قلت لكم كلموني وانا اجي لكم، انا حاضر. للاسف انا ما عندي الا شركه واحده، هذا اللي قاعد اغيث في السرعه عندي، واشوف لكم اذا كانت زينه او لا. اذا انتم عندكم اكثر من شركه جربوا، بس لا تدبسون باي شركه سنتين وهي عندكم بالبيت مو زينه. بيت ثاني زينه بس ببيتكم لا. شركات نفس ما قلت كلهم زينين، بس بيت عن بيت يفرق. كل الشركات الثلاثة زينين، مرة ثانية عيد شركات ثلاثة زينين، بس بين بيت لبيت يفرق. شوف الفيديوهات، يعطيكم العافية. نعم، احنا الحين ببيتنا بنجرب 3 شركات STC زين واريدو، ونشوف اذا النت عندهم زين او لا. طبعا كأحسن حالة احنا صاعدين السطح. اوكي، هذا الحين STC، خلينا نشوفه مرة ثانية. طبعا STC عندهم الهواوي الراوتر المتنقل، هذا الداونلود وهذا الابلود. ابلودهم زين بس داونلودهم مو ذاك الزود. راح نشوف، راح نشبك الحين على زين ونشوف. خليكم معي ثاني. اوكي، احنا الحين شبكنا على زين، خلينا نشوف السرعه بعد عندهم شلون صايره. طبعا زين عندهم اللي هو راوتر النت جير متنقل، هذا الداونلود عندهم، تقطيع ممتاز، داونلود يعني احسن من STC، والابلود هم بعد ممتاز. هذا من ناحيه اذا قلنا زين. التجربه الثالثه راح تكون اريدو. خليكم معي ثاني. اريدو تليفون الحين، باريدو خلينا نجرب. طبعا تليفوني لا جهاز ولا شيء، 3 متنقله 3 من برا، فانتوا لكم الاختيار تشوفون شنو الافضل. كذي احنا نجرب نشوف شنو الشركه الزينه شنو نختار. طبعا نسعد سطح، نسعد اي مكان نجرب. الحين جو حلو، نسعد سطح كل وضع حلو، ابلود الداونلود ممتاز يعني اتوقع، وحتى الاي بي في 6، فاتوقع عندي انا هني اريد راح يكون الافضل. الاختيار لكم.